من الغريب مهما ينرح ولا يوقع قريب بعذابي يفرح. ما بقولش طيب. احنا في رمضان ورمضان كريم وبيحب اللمه. صيام ادب مش هز فغريز. بس اللمه بتاعت رمضان تنفع في الكليه برضه. ثم معلش هات الشنطه عشان عيب يعني تمشي هاد. عيب يا يوسف، ده انا اشيلك فوق دماغي يا يوسف، ده احنا فرحانين بيك قوي، ده انا اخوك. وبيني وبينك انا نفسي اشيل شنطه ظابط. ظابط مره واحده؟ انا لسه حته طالب في كليه الشرطه. يا عم كلها 4 سنين ويعدوا هوا وتبقى ظابط قد الدنيا، وادهم يكون ظبط نفسه هناك ويبعت لي واسافر له واظبط معاه في المتظبط ونبقى احسن ناس في البلد دي. انت حكايه السفر دي لسه في دماغك برضه؟ ثم بعدين اللي يعرف الشغل هنا يعرف الشغل في اي حته. مش حكايه الشغل يا يوسف، حكايه العيشه نفسها. نفسي اعيش في اوروبا واموت في اوروبا وادفن في مصر. ياه، هي مصر بالنسبه لك بقت مجرد تربه؟ يا يوسف ما تقولش كده، ما تفهمنيش غلط، انا ما اقصدش دي مصر، دي ام الدنيا، بلدي. مهما لفيت ورحت وجيت لازم ارجع لترابها. طب هو ادهم قال لك فعلا ان هو عايز يرجع؟ بص يا يوسف، ادهم اول ما يقابل الواد مرسي الشيمي ويظبط معاه هناك هيغير رايه. ليه؟ احنا رايحين فين؟ احنا اتفقنا ننزل مع بعض الاتوليه، انت نسيت؟ فين؟ الاتوليه، البوتيك، محل الملابس يعني. لا نسيت خالص. احنا اتفقنا من النهارده هنبتدي الشغل. طب والشغل ده مش محتاج ورق؟ بلاش ورق، هتكلم مع الناس بأني لغه،
بعدين هعرف امشي في الشارع كده من غير ما حد يضايقني؟ ما تخاف هوني، ما حدا بيتعرض لك طول ما انت مش عامل شيء غلط. بعدين حضرتك معي، فبلا كسل قوم البوس وما تاخر نطتك بالعربيه. بص ايه؟ البس. البس؟ ايه العيله اللي عايزه مترجم؟ مدام صوفيا اشتغلت في اوفيسي. السلام عليكم. يلا تعالى. هاي صوفيا صاحبه المصنع اللي نفذ لنا شغلنا، ادهم من مصر. السلام عليكم. اعمل لكم نسكافيه. كيف بيجي الفايش؟ ربنا يديمها ان شاء الله. متشكر. صوفيا نسيت اقول لك انه ادهم ما بيتفهمش وما بيتكلمش اوكراني خالص. لا ده غير ان انا ما بتكلمش اوكراني، يعني رمضان كريم يعني. الله اكرم. الله. طب ما حضرتك بتتكلمي عربي اهو، امال ليه كان في كاك من شويه؟ على فكره انا بتكلم عربي كتير منيح. طب اني صايم. اتفضل. انا صايم. سوري نسيت. لا ولا يهمك. بس طب اني صايم. نديم، نديم، ادهم لازم يمشي بسرعه. شوفي بوليس هون. انا كان قلبي حاسس. شو عم بيعمل بوليس هون؟ الفتشوا على الموظفين اللي عندنا. من امتى بيظهروا هيك فجأة؟ من حظ النحس. لازم يفل بسرعة. فادي لاقيني بالعربية بالبيت ورا. يلا. هتشتغل ايه؟ والله يعني مع الشغل انا ممكن اشتغل اي حاجه، يعني انا اساسا دبلوم زراعه واشتغلت حداد مسلح. حداد مسلح؟ يعني ايه حداد مسلح؟ حداد مسلح ده كده زي ما بتقولي اللي بيقطع حديد. اوكي. حلو. لا واشتغلت كمان عندي بقاله وكنت ببيع طعميه، يعني مفيش مشكله انا هشتغل اي حاجه. يعني ممكن يوم من الايام اشوفك تشتغل مثلا دكتور. لا لا دكتور ايه؟ دكتور دي محتاجه يعني كام شهر زياده كده. كام شهر زياده بس؟ اوكي. طب قول لي انت جيت ليه من مصر للبلد دي تحديدا؟ زي ما تقولي والله انا ولا كان في بالي اصلا ان انا اسافر واجي هنا واتغرب، ما كانش في بالي الكلام ده خالص. طب جيت ليه؟ اهو النصيب بقى. نصيب؟ طب ما دام النصيب عايز ترجع ليه؟ ما انا من اساسه ما كانش لازم اسافر واهرب. تهرب؟ انت هربان من حاجه ولا ايه؟ والله مش عارف. طب تعالى تعالى انا اقعد فين. تفتكر انه مارسيلو ده هيعرف يساعدك ترجع تسافر؟ مارسيلو مين؟ قصدي مرسي. هو مرسي بقى اسمه مارسيلو؟ ده فكرني بقى صاحبي اسمه محروس ومسمي نفسه توني مونتانا. وتوني مونتانا ده عايش هنا صح؟ لا لا الحمد لله ده لسه في مصر. انت عارف انه معظم الناس اللي بتيجي تعيش هنا تغير اساميها الاصليه لاسامي بالبلد ويبقوا يشتغلوا وشغل ايه؟ زي مرسي بالظبط بقى عنده مطعم كبير نفس المكان اللي احنا رايحين له دلوقتي. ما شاء الله يعني باين عليكي انك عارفه كل حاجه. طبعا مش بتهمني. طب وعرفته عنه ايه تاني؟ انا قلت لفادي يسال عنه، سال ناس كتير، ناس قالت انه هو كويس جدا، ناس تانية قالت انه هو شغله ده مجرد ستاره لشغل تاني.
شغل تاني زي ايه؟ مش عارفه، الناس بتتكلم كتير. ايوه يعني زي ايه؟ بص يا ادهم، معظم الناس تيجي هنا بطريقه غير مشروعه بيشتغلوا حاجات غير مشروعه عشان يبعدوا الشك عنهم، بيشتغلوا حاجات زي مطعم ولا شركه سياحه ولا شركه نقل، يعني حاجات زي كده. طب ومعنى ان مرسي عنده مطعم يكون بيشتغل شغل تاني مش مشروع يعني؟ انا ما قلتش حاجه، انا قلت لك الناس بتقول ايه. لا بصي بقى، انا اتعلمت ان كلام الناس مفيش لا اسهل ولا ارخص منه، وبعدين لو فضلنا نسمعه بقى اي وقت هنشوف كده نفسنا. وانت مالك ملهوف عليها قوي كده؟ مش بعاده يعني. جرايه سوري وفيها ايه لما اسال عن بنتي واعرف هي راحت فين؟ وانا رديت عليك قلت لك انها مش موجوده. وانا سالتك هي ليه مش موجوده وراحت فين؟ نزلت اسكندريه. الله، وايه اللي وداها اسكندريه؟ ايه المناسبه؟ طلبوها في التلفزيون هناك. ويطلبوها في التلفزيون ليه؟ هي مش كانت قدمت استقالتها؟ يعني فرحان بيها قوي وهي قاعده من غير لا شغله ولا مشغله؟ يا راجل دي القعده في البيت تجيب الكابه. خلاص تتجوز. ها تتجوز، وساعتها جوزها يبقى حر فيها، يشغلها يا عادة في البيت، هما الاتنين يبقوا احرار في بعض. برضو موضوع الجواز ما يجيش قفش كده يا ناجي. امال يجي ازاي يا اختي؟ بالراحه. طب ما انا قلت لك 100 مره كلميها بالراحه. كلمتيها بالراحه؟ كلمتها ووصيت عليها عمتها كمان. بس والنبي يا ناجي لما تيجي ما تقبلهاش بالوش ده، خدها بالهداوه كده وكلمها. انا عند بهجت في الاوضه، لما تيجي تبقى تديني خبر. اتفضل. صباح الخير. صباح النور. خير يا فندم. اتفضلي اقري الفاكس ده وانت تعرفي خير ولا شر. مش فاهمه. ده فاكس من وزاره الاعلام بيشكروكي على موقفك من قناه بلا حدود ورفضك لاستخدامك كسلاح ضد بلدك، وجاي معاه كمان قرار واجب التنفيذ بتوفير كل الامكانيات والصلاحيات ليكي لتقديم اي برنامج، وليك الحريه في الاختيار. واعتقد ان ده موقف عملي لموقفك من قناه بلا حدود. يا جاتوف قبلش بخوتش ازنايو خرجوا. واي واي مرسي. ازيك؟ هاي نادين. ادهم من مصر. ادهم مصري؟ انا مصري من كفر الشرقوة. لا ما تفاجئنيش، مصري وعديناها، انما من كفر الشرقوة تيجي ازاي؟ انت شكلك كده خواجة ايطالي فرنساوي، خواجة يعني. لا يا راجل لا، خواجة ايه؟ انت جاي تفول عليا ولا ايه؟ ما لا والله مصري بجد. هو مصري بامتياز كمان، شكلكم ما بتعرفوا بعضكم كتير منيح. لا لا، بقول لك من عيلة مين في كفر الشرقوة؟ انا من عيلة طاحون. طاحون؟ طحينة؟ الله، انت تعرف حد هناك؟ مفيش حد فيك يا اسكندريه او يا دمنهور ما يعرفش الطحينه. ما انت طالما قلت الطحينه بقى يبقى انت اكيد عارفهم كويس. بتفاجئني تاني. انا حاسس ان انا بفاجئك كتير والله، انا متاسف يعني. بقول لك ادم، طب لو ما انت من الطحينه ودول عيله كبيره وليها اسم زي الطبل، ايه اللي رماك على مر الغربه؟ والله حصل بقى، على فكره انا صاحب شوق اخوك كويس يعني اعرفه. لا لا، يعني مصري وعديناه وكفر الشرق. بتفاجئ. عامل ايه دلوقتي؟ لا كويس. تمام تمام كويس. الحمد لله. الحمد لله. طب انا هسيبكم دلوقتي وارجع لكم تاني. ماشي. اوكي بقول لك بقى، انا عايز اصدمي يا ستي، بعد ما نشوف رجوع المصري لو سمحت. انت تأمريني. اوكي عينيا الاثنين. باي باي. ايه ده، نكمل بقى. بقول لك ايه؟ ايه ايه بجد؟ ايه صاحبتك حلوه قوي، صدق فاجئتني. لا 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 لا، مش معقول. حضرتك مش عارفه شخصيا اللي عندي على المكتب، اكيد اشتقتي لي. ولازم كنت اشتقت لك لحتى اجي اشوفك بالمكتب. ولا على القليل سيريني وقولي لي اشتقت لك قبل ما تجاوبيني على الجواب. بصراحه كنت مرقه من هون وحبيت اجي سلم عليك. شو عندك هون؟ مش ضروري تعرف، ويا ريت ما بتستعمل معي اسلوب المخابرات هيدا. اسلوب المخابرات. نودي شوفي. مظبوط دخلك شوفي. نودي خليكي على الخط معي. ما انا معك على الخط، ليش وين شايفني؟
نودي، ليش كل ما حاول قرب انا ببعد؟ صحيح، ليش؟ لانه في مثل بيقول لك السهل رخيص. بحياتك ما كنت سهله بالنسبه لي. مزبوط، لانه بحياتي ما كنت رخيصه. صحيح، بحياتك ما كنت رخيصه يا نودي. نودي، قديش صرنا بنعرف بعض؟ مش كتير، شي 3 سنين. 3 سنين مش كتار؟ ما في شي بيكتر علي. نودي، شو طلباتك؟ موريني. يعني لازم يكون عندي طلبات لحتى اجي اشوفك؟ قولي من جهتي انا اكيد مشتاق لك، بس انه انت طبي علي هيك فجاه بدون اتصال وتكوني جاي بلا سبب. طيب شو رايك انه انا رح قوم فل هلا وكمان بلا سبب؟ ليش هالقصة؟ لحتى اثبت لك انه كنت جاي اشوفك لاني اشتقت لك. مجنونة مش أكثر منك. هو كده آدم بيبقى أول رياكشن، أول رد فعل طبيعي، إنك تحن لكل حاجة في مصر، أهلك، ناسك، بيتك، حتى ريحة سريرك، صوت الناس اللي انت بتحبهم واللي كانوا مالين عليك الدنيا. بص، هو مفيش غير حاجة واحدة بس اللي تخليني اقعد هنا في اوكرانيا وما ارجعش مصر. ايه هي يا ادم؟ ان انا الاقي شغل بجد. طب يا باشا، تعبتني معاك يا ادم. ان كان على الشغل هتشتغل. وانت عندك شغل ليه هنا في المطعم؟ مش شرط عندي في المطعم. ازاي؟ لانك ما ينفعش تشتغل وانت اسود، يعني ما معكش اوراق. طب وايه الحل؟ ممكن يبقى عندك اوراق. ازاي يعني؟ تتظبط. ودي تاخد لها وقت قد ايه؟ تاخد لها، بقول لك يا ادم، هي صاحبتك الحلوه اتاخرت ليه؟ ايه يا عم مرسي، بقول لك مصري ومن كفر الشرقوه. ايه؟ وبعدين قبل ما اجي هنا انا بايع التلفزيون بالقرف بتاعه، ما تخنقناش بقى. بموت فيك. بتموت في، انت جاي تتفاجئ بس. هخلص لك الاوراق. حال يا صاحبتك جايه امتى؟ انت برضه لسه مصر يا ابراهيم انك ترشح نفسك للمجلس؟ جرى لك ايه هناك؟ انت مستكتر عليا رشح نفسي ولا ايه؟ يا عم انا مستكتر ولا حاجه، بس الطحينه طول عمرهم في المجلس. ويعني خلاص المجلس بقى ورث للطحينه؟ وانت هتعمل ايه في المجلس بس يا ابراهيم؟ لا هعمل يا ناجي، واكتر منك كمان. بعدين انا طول عمري بعمل خدمات للبلد. لما ادخل المجلس بقى ان شاء الله الخدمات دي هتكبر وتزيد وترعرع وتسمع وسط الناس. والخدمات دي بدل ما كانت بتتعمل في الدره هتتعمل في النور وعلى عينك يا مجلس. طيب خلاص يا اخي، نتفق مع بعض، وكل الخدمات اللي انت بتقول عليها دي نعملها سوا. نتفق. اذا كنا ما عرفناش نتفق في جواز العيال. صدق صح. ياه، كان الحكايه كده يا ابو حجر. ده انا طلعت عبيط بشكل. خلاص سهله ومحلوله. شوف بقى انت بقى، لما انا ناسب المجلس والمجلس يناسبني الشغل هيكبر ويزيد ويرعرع برضه، وانت تفيد وتستفيد. بس احنا نسايب من زمان قوي يا ابو حجر، ولا انت نسيت؟ نسيت ثريا بنت عمك مراتي؟ لا ما نسيتش يا ناجي، لكن لما يبقى ابني اللي شايل اسمي تبقى مصلحته ابدا ابدا مليون مره من بنت عمي. ولا هو الجواز يا سيدي من الصبح جوزه بنت وزير، لكن هعمل ايه؟ الواد بيحب بنتك داليا. طب لو فيه مصلحة تعوضك عن الجوازة دي يا أبو هاجر. أعرف إيه المصلحة الأول؟ هخصص لك حتة الأرض اللي عينك عليها من زمان وبتحرب عليها طول عمرك عشان مشروع قريتي. قريتي ولا جوازة ابنك؟ إن شاء الله عنه متجوز يا أخي.
طبعا. تصدق صح. نادين خفت عليك انت وادهم، ليه ما عم تدق على التليفون؟ لانه كنت على الباب. وين كنت؟ كنت عم بوصل ادهم لعند صاحبه، وبعد عملت كم قصدوره هيك، كان عندي شويه مشاوير ورجعنا. شو في دخلك؟ عايزك. انا اذنك. لا لا بلا حساسيتك ادهم، ما فيها اسرار بيني وبينك. لا في. طب خليك على راحتك. شو في فادي؟ صوفيا. شو بها صوفيا؟ بدي ادهم. بدي ادهم؟ شو يعني بدي ادهم؟ انا ما عرفت المشاكل اللي حاصله عندنا، معلش تخلوا عنكم. وشو قلت لها عنه حضرتك؟ اللي بعرفه. من وين لك حق انت وصوفيا اصلا تجيبوا سيرته وموضوعه؟ ما في داعي تعصبي يا الان. ليك ادهم بخصني الي انا، وادهم خط احمر ونقطه على السطر، فهمت؟ شو بقول لصوفيا؟ لا طبعا. شغلنا. والبرنامج ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن رجال الاعمال المصريين اللي خدوا من البلد وهربوا بره. انت مالك بالكلام الفارغ ده؟ ياه الكلام ده يا بابا كلام فارغ؟ امال ايه بقى الكلام المليان اللي عايزنا نتكلم فيه؟ الكلام المليان ان انت من هنا ورايح تسمعي كلامي انا وبس. وايه الكلام اللي حضرتك عايزنا اسمعه؟ ان انت يا هانم ما يصحش تبقي بنت ناجي يونس طاحون وتمشي كده على حل شعرك. انا عشت طول عمري بشتغل في الضل ومسطور، مش حاجة على آخر الزمن، ويوم ما اتنور اتنور بفضايح بنتي. فضايح؟ فضايح يا بابا ده شغلي. شغلي ايه ده اللي بتسافري وراه في كل بلد شوية؟ تاني يا بابا؟ وتالت ورابع وخامس، ولا انت عايزة تفضلي تحركي وتفركي لغاية ما توصلي أوكرانيا؟ أوكرانيا وغير أوكرانيا. على بابا يا داليا، ما تقولي من الآخر يا بنت ان انت عايزة تروحي له. وماله؟ ما هو ابن عمي برضه. ومتفقين على ايه؟ هما مين دول متفقين على ايه؟ بينك وبينه ايه؟ عايز تعرف بيني وبينه ايه يا بابا؟ بحبه. تضربني يا بابا؟ وقتلك كمان لو سمعت اسمه على لسانك. مش بعيد عليك اللي خلاك ما تحسش باخوك الغلبان اللي ميت بالحياة، ما صعبش عليك ضعفه، هصعب عليك انا؟ اخلصي يا بنت الكلب، اخلصي وخلوك من البيت من هنا ورايح. مفيش، انت سامعه ولا لا؟ سامعه؟ ايه ده؟ في ايه يا ناجي؟ في ايه؟ عندك ايه؟ سريع. واضح يا ناجي ان دمك اتحرق وفيها سكر كتير، بس تعرف لأول مرة اكتشف انك شديد وقوي بالشكل ده. ايه يا ناجي؟ انا لسه بقول عليك شديد وقوي، مش ناقص بقى الا انك تعيط زي النسوان. خد يا ناجي، خد كوباية العصير دي اشربها هتهدى. اول مرة من يوم ما اتولدت مد ايدي عليها. ممكن افهم ايه اللي انت عملته ده يا ناجي؟ هي واصلا انك انت تمدي ايدك على البنت؟ سوريا بقول لك ايه، روحي انت اعملي حاجه لداليا تهديها، وانا هقعد مع ناجي شويه، انا هتصرف معاها. يلا. بس بيني وبينك بقى ناجي، داليا كان المفروض تشوف الوش التاني ده من زمان، وخصوصا لو الحكايه فيها ادهم طاحون. عارف كانت حبت أي حد، أي راجل، لو كانت حبت السواق أو حارس الأمن اللي على البوابة كان ممكن أخد ودي معاها في الكلام، إنما أدهم لا لا. إيه سيف وبيسنه وعايز أحطه على رقبتي؟
عايز يخنقني بإيد بنتي؟ ده لا كان ولا عايش، لا كان ولا عايش. ما اختلفناش يا ناجي. يا ناجي يا بهجت، يا ناجي يا بهجت. ليه في ايه يا سهير؟ ايه اللي حصل؟ بنتك مش في اوضتها يا ناجي. عشان ما لقيتهاش في اوضتها تقومي تصوتي وتجرجرين على ملا وشها بالشكل ده؟ ما يمكن تحت، هتكون راحت فين يعني؟ بنتك واخده هدومها يا سيناجي. يعني ايه؟ هربت؟ هربت من عمايلك. ويكون في علمك لو بنت ما رجعتش ولا جرى لها حاجه هتبقى انت المسؤول. وساعتها بقى يا سيناجي هيبقى كل اللي بيننا انتهى. انت بتهددين يا سرية؟ ايوه بهددك. ومش بنتك بس اللي سابت لك البيت، انا كمان هسيب لك الجمل بمحمل. في 60 داهيه سكه اللي يروح. شكرها شكرا قوي يا ناجي بيه. ايه يا ناجي؟ انت هتسيب سرايا كده كده وهتمشي هي كمان ولا ايه؟ تغور في 60 داهيه. لا بقول لك ايه؟ احنا عاوزين نلم ما نعزقش. الحرب لازم تبقى برانا مش جوانا. اطلع روح شوفها قبل ما تمشي. يابا ما كل مرة بتقول نفس الموال وما بتعملش حاجة. المرة دي شكلها بجد يا ناجي. وحتى لو بجد هتعمل ايه؟ هتروح فين يعني؟ هتروح عند ولاد عمها. عند ابو حجر. يا راجل ده من يوم ما اشترى منها نصيبها في مزارع الدواجن بتاعت ابوها وهو حتى ما بيردش عليها في التليفون وما هيستقبلها ببيته. ايه ده ايه ده؟ هو في حاجات بتتباع وتتشرى من ورايا ولا ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه بس دلوقتي يا بهجت؟ لا ما هي شبكه واحده وكل المواضيع بتودي لبعضيها. انا دلوقتي بفكر في حاجه واحده بس، في بنت الكلب اللي هربت دي هتكون راحت فين؟ اكيد عند عواطف. وايه اللي هيوديها عند عواطف؟ طلع لابوها بتحبها. فايق ورايق قوي يا اخي. المصيبه مش في انها بتحبها، المصيبه في انها بتحب ابنها. الواد ده انا لازم اخلص منه باي شكل وباي ثمن. طمنيني عليك يا حبيبتي، انت فين دلوقتي؟ انا في الطريق رايحه عند طنط عواطف، مش هقعد هناك، هاخد اللابتوب بتاعي وامشي على طول. ماما انت عارفه ان بابا مش سايبهم في حالهم من غير سبب، فما بالك بقى لو قعدت معاهم هيعمل ايه؟ انا مش عايزه اسبب لهم مشاكل اكتر من كده. يا حبيبتي ما تقلقيش عليا، انا مش عيله صغيره. ماما اقفلي عشان بابا على الويتنج. لا طبعا مش هرد عليه، انا هقفل موبايلي خالص، هفتحه لما اجي اكلمك وهرجع اقفله تاني. حاضر، مع السلامه. بنت بتقفل في وش التليفون. طب هايل 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 ازاي الطراخ؟ زي ايه؟ ما دام تليفونها بيرن وبتقفل في وشك تبقى بخير، سيبها شويه يا ناجي. دي بنت يا بهجة، بنت بنوت وهربانه في نص الليل، وانت بمنتهى البساطه كده تقول لي اطمن؟ انت ايه يا اخي؟ مش دريان بحاجه خالص؟ يعني انت اللي دريان بحاجه؟ الله وليك يا عين تتكلمي يا هانم، ما انت السبب في كل اللي احنا فيه ده. ادي اخر الدلعك، البنت مش عارفين طريقها فين. اطمن، راحت عند حبيبه القلب عواطف. اقول لك على حاجه يا ناجي، تشمل وخد بعضك وروح بتاع عواطف، وهات بنتك داليا وجرها من شعرها وصغرها قدام عواطف وعيالها، وشمت فينا اللي يسوى واللي ما يسواش. مين؟ أنا داليا يا طنط. أهلا يا بنتي، إزيك؟ أنا آسفة يا طنط إن أنا جيت في وقت متأخر زي ده. إيه اللي بتقوليه ده؟ أنت تيجي في أي وقت يا بنتي، ده بيتك. أنا بس كنت جاية آخد اللابتوب بتاعي من أمل وماشية على طول. لا يا حبيبتي، وأنت ترجعي إزاي في وقت زي ده لوحدك كده؟ لا خشي خشي اقعدي مع أمل، هي في أوضتها لغاية ما أعمل لكم حاجة تشربوها. يلا يا طنط. بنت داليا بتحبه. ما احنا عارفين الحكايه دي من بدري يا ناجي، وانا ياما لفت نظرك ليها، انت اللي ما فهمتش. انت اللي غلطان يا بهجت، كان لازم تفضل تزن على وداني، كان لازم تنصحني يا بهجت. وانا من امتى بنصحك يا ناجي؟ انت دايما بتلجأ لي وتقول لي اتصرف يا بهجت. اتصرف؟ انا ما كنتش متخيل ان الموضوع ممكن يوصل للدرجه دي، كنتش متخيل انها هيجي يوم
وتقف قصادي وتقولها لي في وشي وبعين وصوتها، وبعد كده تسيب بيت ابوها وتروح تعيش عند امه. عشان كده انا مستعد ادفع في موته 1,000,000 جنيه. بالشكل ده يا ناجي هيبقى الهدف من موته هدف شخصي، واحنا يهمنا الهدف العام اللي يعم علي وعليا. يعني هو موت لدهم مش هيفيدك يا بهجت؟ هيفيدنا، بس مش مستعد ادفع في موته 1,000,000 جنيه. كنت اديتهم له في ايده واشتريته بيهم بدل ما نرتكب جريمه وندخل في سين وجيم. بقولك يا ناجي، تفتحش علينا باب جهنم وانسى الموضوع ده خالص، ما تفكرش فيه تاني. خديني نصيحتك. في ايه يا سراي؟ خير؟ طمنيني، ده ليه جرى لها حاجة؟ طول ما اخوكي راكب على انفاسنا ياما هيحصل لنا. اقعد سيبك منه، هو دلوقتي سيبنا هو في حالنا. فضل ورا البيت دي لحد ما طهقة في عشيتها، سابت له البيت. يعني ايه سابت له البيت؟ تفشت يا اختي، تفشت من وشه. يا بصيرتي، من امتى بتطحون في بنات بتدفش؟ بتطحون ما بقاش في رجاله، ما فيش رجاله من اصله. الله يسامحك يا سراي. اعذريني، اعذريني يا اختي. خلينا في اللي احنا فيه. كلمتي بنتك؟ ايوه. ردت عليكي؟ ايوه. طب الحمد لله. نحمده يا اختي ونشكر فضله. بس البت ما عادتش طايه تعيش معاها تحت سقف واحد. ودي بنته، ويا ريت عنده غيرها، دي هي الحيله. طب بقول لك ايه؟ ما قلتلكيش هي راحه فين؟ راحت. بدل ما انت قاعده تتصبري معاها يا اختي، فهميها. فهميها ان اللي بتعمله مع داليا ده مش في مصلحتها وهيضرها. اها، وايه بقى يا سيناجي اللي انا بعمله مع داليا؟ غسيل المخ اللي بتعمله لها على طول يا فيفي. وديك على ودانها، فتحت عينيها علينا وخليت صوتها بقى عالي. يا اخويا احمد ربنا، احمد ربنا ان عندك بنت صوتها عالي ومسموع. ضربوا الباقي على اخوك حسن اللي له بدل الراجل 2، لكن انت واخوك ما خلصكوش، قطعتوا لسانتهم خرستوهم. مستكتر ان ربنا يديك حته بنت تعرف ترد عليك. اشرب انت، لسه بكره يا ما هتشوف. الجواز يا ناجي لما يبقى عن حب يجيب عيال زي ولاد عواطف، يحبوا اهاليهم ويخافوا عليهم، يرموا نفسهم في النار عشانهم. لكن لما تبقى الجوازه زي جوازتك، ما تاخذنيش يا اختي، مبنيه على الطمع والمصلحه، يبقى اللي بيحصل لك ده طبيعي. واحمد ربنا ان عندك بنت واحده، قول يا رب بس ربنا يقدرك عليها. فيفي اطلعي بره. قدامي الا وعزه جلال الله، او ما دشتش تفوقك. غوري غوري من وشي. ايه جرايه يا ناجي؟ في ايه؟ ابدا يا اخوي، اخوك بيطردني يا بهجه. ايه يا فيفي، ما تقصر الشر انت كمان. لا، ما هو مش اول مره يطردني، بس المره دي حسه عالي، قالها لي واضحه وصريحه. ماشي، بس اللي انا عايزاك بقى تعرفه ان انا طول ما انا عايشه على وش الدنيا هدخل في ملك ابويا واعيش في ملك ابويا، والحق اللي ليك ليا فيه. وحدي انا وحسن، حسن اخوك ابو ادهم. مصلحتي في ايه ان انا اشتغل عند صوفيا وكمان عندها في البيت؟ طب شو مصلحتك انك تشتغل عند مرسي وتعرض حالك للمشاكل؟ مشاكل ايه اللي انا هتعرض لها وانا عند مرسي؟ ادهم سبق وقلت لك 100 مره ان مرسي بالنسبه لاني مش واضح، بيشتغل بالدورتي. مش فاهم. دورتي يعني مخدرات، والمطعم بالنسبه لانه بارافان. حتى ما تسالني شو يعني بارافان، يعني ستار، اوكي؟ والبوليس لمعلوماتك عم بيراقبوه لاله، واللي عم يشتغلوا عنده حتى اصحابه. فاين، خلاص. لو هي الدنيا فيها مشاكل كرمال نرجع مصر احسن. يا الله يا ادهم، ليه هيك انهزامي وبتستسلم بسهوله؟ صدقني انا خايفه عليك عن جد. ايه المطلوب دلوقتي؟ تروح مع فادي. اسمع مني، اذا كنت بدك تعيش هون لازم تتاقلم مع البلد اللي انت فيه، تنسى منطق البلد اللي كنت عايش فيه، مثل اللغه الاوكرانيه اللي رح تتعلمها ما بتنطقها كويس الا اذا مارستها.
ايوه بس اللي انت مش فاهمه فادي ان انا ممكن اشتغل اي حاجه بجد، انما يعني كله الا الحرام. انا عايز احس ان دو عمي لسه عادي. اذا اسمع كلامي وابعد عن الشبهات. شبهات زي ايه؟ مرسي اللي انت ما صدقت لقيت بيته بدك تروح لعنده. بصراحه انا حاسه مشبوه. ما تنسى انك عايش باوكرانيا اسود من دون ورق. لا مش ناسي. بيبقى ما في قدامنا الا الامان. هو يعني الامان ده ما ينفعش غير عند الست صوفيا؟ بقول لك اياها بقلب قوي. نعم زائد بتقدر تخلص لنا كل شيء. اي شيء زي ايه يعني؟ تعمل لنا ورق باسبور واقامه. اشتغلي عندها هلا بستجم معرف. انها زعلانه شويه من البيت. انا مش عارفه يوم الناس اللي معاها كل الفلوس دي يزعلوا من بعض ليه وعلى ايه. نكد الفقر ولا هم الغنى. يعني ايه يوم؟ يعني كل واحد همه على قد اللي عنده، وهم عندهم كتير يبقى همهم اكتر ولا يكون في عونهم. واحنا ما عندناش حاجه يبقى تقولي الحمد لله ما عندناش هم. الحمد لله يوم انا ما قلتش حاجه. بس هتعملي ايه في حكايه داليا؟ مالها داليا؟ ياما مش بقولك انها زعلانه والظهر انها سايبه البيت. قالت لك حاجه؟ لا انا حسيت. خلاص اوعي تغصبي عليها انها تحكي. هي عايزه تحكي هتحكي. واقعدي معاها بقى ما تسيبيهاش لوحدها. يلا روحي. رجل امن وحراسه بعتقد شغله ممتازه. لا بس يعني لمؤاخذة مش معقول يعني يبقى الهنم قاعدة في فيلا وما عندهاش أمن ولا حراسة. هي عندها كلاب بس بحاجة لرجل أمن. والله أنا شايف يعني إن الهنم محتاجة أكتر من رجل أمن، بس إن شاء الله ربنا يسترها معانا. قال له ما فيهاش لغة. ربنا يستر. يا عمته العيشه هناك تأثر العمر، انت ما جربتهاش. ما جربتهاش ازاي يا بنتي؟ ما انا طول عمري عايشه معاهم. يا عمته انا بحس البيت ده عامل زي بيت الاشباح، وبخاف قوي لما بابا وعم بهجت بيتلموا على بعض. بحس ان هما بيتأمروا على الدنيا كلها. وكل كوم بقى وحكايه الجواز اللي طلعوا لي فيها دي كوم تاني. والله يا بنتي ما انا عارفه اقول لك ايه، بس برضو كده مش صح. الشاي. ما تحضرينا امال يا عواطف. خير يا فيفي. تعالي يا اختي. شوفي داليا راسها والف سيف ما ترجع بيت ابوها. وناجي راح فاكر ان انا اللي مقوياها ومعصياها على كده. انت عارفه يا عاطف انا مش ناقصه. روحوا قولي له داليا في بيت عواطف. قولي له يا عمته ان انا في بيت اخوه مش عند حد غريب. اختي ما هو عارف انك في بيت اخوه وهو ده اللي هيجننه. المهم يا عمتي مش انت مطمنه؟ يا بنتي انا مطمنه طول ما انت في بيت عمك، بس المشكله في ابوها. المهم انت يا عمته. وبعدين ماما طمنيها وانا هفتح موبايلي كمان شويه واكلمها واطمنها عليا. عن اذنك تعالي هنا، احنا لسه ما خلصناش كلام. عمته لو عايزه تتكلمي معايا بخصوص الموضوع ده انا خلاص خلصت كلام فيه. عن اذنك بقى اروح اشوفها عمو. شوفي بقى يا فيفي. كفايه كتر التقليب هخليها تبرد. كفايه. طب يلا يا بابا. بسم الله. بسم إيه الله. وانا عيل صغير هتاكليني بقي؟ طب ايه رايك بقى؟ محدش هياكلك البليله دي غيري انا. عن اذنك يا ست امل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. واحده تانية بقى عشان نغيظ امل. ماشي استنى. الهنا مش
شوف. وبعدين في البنت دي يا عواطف، ربنا يحفظها وكل راضي. على يدك اهو، مش داليا دي بنته؟ اهي بنته مش طايقاه. يا اختي مين فينا طيب؟ ده ما فيش حد في العيله طيب، ولا حتى في البلد نفسها. روحي قولي له بقى حتى بنتك مش طايقاك. وهي قافله تليفونها ليه بس يا فيفي؟ طيب طيب، المهم انها كويسه تعيش يا اختي. لا مالكيش دعوه، انا هعرف اتصرف. اتصرفي فيها يا ست هانم. مع السلامه انت دلوقتي يا فيفي. ما ترد علي. داليا عند عمها. يعني ايه؟ هي بتعصب انت علي ولا ايه؟ مين دي؟ قصدك عواطف؟ ايه ده؟ تقلبت عليها ولا ايه؟ اقلب ايه انت رخ؟ سكت سكت سكتي. لا مش هسكت يا ناجي. مش دي عواطف حبيبه القلب اللي كان ممكن تبقى ام بنتك؟ هتعصيها عليك تقول لها ايه؟ ها؟ ما ترد عليا. تقول لها ابوكي كان بيحبني زمان وعاوز يتجوزني بس في السر، بس انا ما كنتش بحبه ولا بقبله، كنت بحب اخوه حسن الغلبان. هتقول لها ايه؟ هتقول لها سبب الذل اللي هي عايشه فيه هي وعيالها وجوزها هو انت ابوها؟ بقول لك ايه يا صريا، اقصر الشر احسن لك. والله هتعصيها عليك زي ما انت عصيت ابوك على جوزها. خلاصي بقى. الغربة ملهاش حد، على قلب ملهوش حد، محتاج لحضن حبيبي يقدر مع البعض. الغربة ملهاش حد، على قلب ملهوش حد، محتاج لحضن حبيبي يقدر مع البعض. سكة اللي يروح على كفه شال صابرين يا دنيا ومسرنا رغم الهموم نبقى. الغربة ملهاش حد، على قلب ملهوش حد، محتاج لحضن.